على الترايت دي بتكون سمول. غير كده لو معايا تي كابيتال خلاص هو ده اللي هيبقى دوت، والتاني مش هيبان، بس اعرف ان هو كده الصفه بتاعتي امبيور. شغلي النهارده في الليسون ده مش الكلام ده، الكلام ده المفروض ان هو اساس الجيناتيك معايا من الاول. شغلي النهارده ان انا هشتغل على التو ترايتس مع بعض، على الصفتين مع بعض. يعني ايه؟ يعني هتلاقيني بكتب لك الصفه نفسها زي مثلا ار كابيتال ار سمول، تي كابيتال تي سمول. يعني هشوف لك مثلا اللون اللي هو بيكون مثلا ريد مع التول، مع التول او اللينس. انا المره دي هعمل جيناتيك ماتيريال بس على هيئه تو ترايتس، صفتين مع بعض بشتغل بيهم. فالصفتين لما تيجي تشتغل مع صفتين انت مالكش دعوه ان انت معاك صفتين، اشتغل كانك معاك كل واحده لوحدها، وبعدين نجمع في الاخر الدنيا. يعني ايه تيتشر؟ يعني المفروض ان انا عشان اوزع الكلام ده، يعني اللي قدامي ده كده بيور ولا ان بيور الاول؟ ان بيور ان بيور. طيب الاثنين الصفتين معايا ان بيور صح؟ اللون لو انا قلت لك ان الار ده انا بعبر بيه عن الكولر، والتي بعبر بيه عن اللينس، الاثنين ان بيور. طب لو قلت لك انا معايا ار كابيتال، ار كابيتال تي كابيتال تي سمول، دي معناها ايه؟ بيور لا، معناها ان اللون هو اللي بيور، اللينس ان بيور. تاني انا قلت الصفتين طالما حرفين مختلفين، مش واحد كابيتال وواحد سمول، انا بعبر عن كل صفه بحرف معين. الحرف كابيتال او سمول ده بيدل على ده دومينيت ولا ريسيف، اما الحرفين مختلفين ده بيدل ان انا معايا صفتين مختلفين، طول ولون، شعر وعين. ماشي، ايوه ما لهمش علاقه. هل مثلا لازم ان البلانت بتاعي مثلا لازم يطلع لونه ابيض ويكون قصير؟ لا، ممكن يطلع عادي لونه بينك ويكون قصير، ممكن واحد يطلع طويل بس اسمر، واحد يطلع قصير بس ابيض. صح؟ مش مرتبطه الصفتين مع بعض. ده شغل النهارده. تاني قولوا اي اسئله عندكم اسال. لا لا خلاص تمام. خلاص طيب، يبقى انا عشان اقول ان الصفتين بيكونوا بيور لازم يكون ار كابيتال ار كابيتال تي كابيتال تي كابيتال. كده الصفتين بيور. ولو قلت لك ان الصفه الدومينيت هي اللي بتكون اللون الريد، ده معناها انك انت في الثلاث اشكال اللي انا رسمتهم دول اللون بتاع البلانت بتاعك هيكون ريد. ولو قلت لك ان التول اللينس بتاعك هو الدومينيت عن الشورتست، هتلاقي ان التي كابيتال في ظاهره في الثلاثه الترايتس الموجودين دول، ودول هم اللي هيبقوا دومينيت. طيب امتى يتشر النبات يطلع لي وايت ويطلع لي شورت؟ يطلع لي وايت ويطلع لي شورت في حاله واحده فقط، اللي هي الار ار تي تي. خدت بالك ان كل الحروف سمول، يعني كلهم ريسيف. اللون الابيض ما بيظهرش غير لما يكون التو ترايتس اللي معايا او التو ليتر اللي انا بستخدمهم بيكونوا سمول. وبرضو الصفه بتاعت الشورتست ما بتظهرش غير لما يكون التي بتاعتي بتكون سمول. ده شغلي بتاع النهارده. اوكي، نبدأ ناخده مع بعض دلوقتي في الاكزامبل، وان شاء الله الدنيا هتعمل مننا. طيب بيقول لي انا عندي فلاور كولر ان ذا بي، فلاور سويت بي بلاد، وير از ذا بينك كولر اوف ذا كولر ريسبونس اوف ذا دومينيت كاركتر. قال لي ان البينك هو الدومينيت بتاعي، يعني لازم لما اجي اعبر عن اللون البينك اعبره بكابيتال، وايل ذا وايت كولر ريسبونس اوف ذا ريسيف كولر كاركترز. يبقى اللون البينكي دومينيت واللون الكولر ده ريسيف. طيب appearance of flower color in this plant is controlled by the two different pair of dominant gene A and B or receive genes AB. So the possible of the genes are the follow. احنا قلنا ان احنا اللون الابيض، اللون البينك هو اللي هيبقى، هو اللي هيبقى اللون البينك هو اللي هيبقى dominate، فلازم ان انا اعبر عنه. فلو خدت بالك من الاربعه اللي هي AA B B او اي اي بي بي او اي اي بي بي او اي اي بي بي، لقيت ان اللون لو خدت بالك ان انا لازم الحرف الكابيتال معايا اهو، التو ترايتس معايا كابيتال عشان يظهر لي اللون البينك. يعني الاربعه جنيز اللي قدامي دول هيطلعوا الكاركترز بتاعتهم لونه بينك. طيب امتى تيتشر يطلعوا لونهم وايت؟
قال لي يطلعي لونهم وايت يبقى لازم الايه، انا الايه دي الايه كابيتال هي اللي بتعبر عن اللون البينك، وطبعا الايه سمول هي اللي بتعبر عن الريسيف كاركترز اللي هو اللون الوايت. فطالما موجود ايه كابيتال ده بينك. امتى يظهر اللون الوايت؟ قال لي يظهر اللون الوايت لو الاثنين زي بعض ولازم يكون سمول. يعني ايه ايه اهو ايه ايه سمول بي بي، او ايه ايه سمول بي بي بالشكل ده بي سمول بي سمول، او ايه ايه بي كابيتال بي كابيتال. معايا؟ كل دول هيظهروا باللون الوايت، كل دول هيظهروا معايا باللون الوايت. لغايه دلوقتي في اي حد عنده مشاكل في الترايتس؟ يا ولاد عرفتوا ازاي بوزع الترايتس ولا لا؟ طيب تعالوا ناخد بروبلمز. اول حاجه بيقول لي وايت وايت فلاور بي اللي هو سبيد بي بلانت، فقال لي ان انا هوزع الوايت فلاور اللي هو اي اي بي بي مع اي اي بي بي. فلما اجي ان انا اخد الترايتس او الجيم او الجاميدز بتاع الصفحه الاولانيه، انا عادي هاخد واحده بس اقول له اي بي. طب يا تيتشر ده انت من شويه قلتي لي لما انا يكون معايا اي اي بي بي بناخد ايه مره مع دي ومره مع دي، ما هي هي هتطلع لي اي بي والناحيه الثانيه هتطلع لي اي بي. فلا فخلاص انا هاخد واحده بس. امتى اعمل الموضوع ده ان انا اخد الصفه وامثلها بالتو ترايز؟ لا لما يكون معايا اكتر من ليترز مختلف. طيب اي 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 بي بي، مين يقول لي الجي الجميز بتاعتها هتبقى ايه؟ اي بي اي بي اي بي. يبقى ادي الجميز بتاعت الصفه الاولانيه وادي الجميز بتاعت الصفه الثانيه. لقيت ان الاثنين اللي معامل الريبرودكشن طلعوا لي اي كابيتال اي سمول بي كابيتال بي سمول. الاي كابيتال اي سمول بي كابيتال بي سمول، مش ده سامي انت انت سامي، مش ده هيطلع لي لون بينك ولا وايت؟ دي كده الترايتس بتاعت اللون البينك ولا الوايت؟ بينك. A capital A small B capital B small نتيجة الريبرودكشن مع AB by AB. A capital B small A small B capital. مش قلنا ان ال A capital دي هي اللي بتعبر عن اللون البينك؟ طالما لقيت عندك A capital يبقى اللي طلع ده 100% بينك، صح؟ اهو ما تلاقيليش حاجة غيره، طلع لي كل الاندفادوال، ما عنديش اصلا اي elements تانية اهو، طلع لي كلهم A capital A small B capital B small. فبالتالي ان انا كده معايا لون بينك، يبقى الفيرست جنريشن بتاعي كلهم طلعوا بينك color عشان معايا اللون البينك، او معايا الايه اللي بيمثل اللون البينك. خلاص يبقى انا المفروض لو معايا ورده بينك وورده بيضه وعملت لهم ريبرودكشن، بس الاثنين يكونوا بيور، الاثنين يكونوا بيور، هلاقي ان الفيرست جنريشن الجيل كله بتاعهم او الفلاور كله اللي طالع هيطلع كله لون بينك. طب يا تيتشر والصفه اللي لونها ابيض دي ايه اللي حصل لها؟ اختفت ليه؟ قال لي اختفت عشان هي ريسيف، ما بتظهرش غير لما يكون الاليمنت بتاعي بيور. طيب امتى هتظهر؟ قال لي هتظهر في السكند جنريشن، وتعالوا نشوف دلوقتي. نيجي بقى عند السكند جنريشن بتاعي، قال لي انت هتاخد A كابيتال A سمول الفيرست جنريشن وهتعمل لهم ريبرودكشن مع بعض. تعال نشوف، انا هاخد اتنين بينك والاثنين A capital A small B capital B small A capital A small B capital B small. المفروض ان انا هطلع الترايتس بتاعتي، فقال لي هتيجي تطلع الترايتس لازم تنظمهم عشان هيطلع لك ترايتس كتير. يعني مثلا ده هنظمه كده افقي، اما ده هنظمه كده راسي. طيب تعال نشوف اول ترايتس، مين يطلع لي اول ترايتس من دي؟ من A capital A small B capital B small. مين يطلع لي اول جنريشن؟
ماشي. انا هتبقى مس مس هتبقى ايه هتبقى كابيتال؟ ايه؟ ايوه بي كابيتال. هناخد حرف واحد بس منه الايه، هناخد الايه مع البي كابيتال، بس يبقى ايه كابيتال بي كابيتال. وبعدين هناخد ايه تاني؟ ادي اول حاجة، ادي اول جيناتيك ترايدز، ثواني ادي اهو ايه كابيتال مع بي كابيتال، هيطلع لي ايه تاني معايا يا رحمة؟ ممكن تقولي لي تاني جيناتيك ترايس هيطلع لي من الاليمنت ده، هيطلع لي من الصفة دي؟ A و B small. نعم عندي A صوتك و بس B يا small. ايه كابيتال برضو، ما سيبش الحرف غير لما اخلصه كله. دلوقتي معايا ايه كابيتال، انا خدته مع البي كابيتال، بعدين اخده مع اللي جنبيها بقى، يبقى ايه كابيتال بي سمول. ايوه ماشي، هزيل الصفه اللي بعد كده. انا خلصت كده ايه، ايه ما عندهاش حاجه تاني تاخدها الكابيتال. تعالي نخش على السمول، هاتيلي تالت صفه. تبقى ايه سمول وبي كابيتال. برافو، ايه سمول وبي كابيتال. قول لي يا يلا يا عمر، زميلتك جابت ايه كابيتال بي سمول. A small B capital و ايه سمول؟ لا ما خلاص هي قالتها، قالت اول حاجه ايه سمول بي كابيتال، تمام. خدها بقى مع اللي جنبها. A small و B small. حلو قوي، ايه سمول بي سمول، ثواني هصغر هنا. يبقى انا معايا هنا ايه ايه سمول بي كابيتال وايه سمول بي سمول. طيب التانية المفروض انها تديني نفس الترايتس دي عشان الاتنين شبه بعض، يبقى هنا برضو ايه كابيتال، ايه كابيتال بي سمول، ايه كابيتال بي كابيتال، وبعدين ايه كابيتال بي. وبعدين ايه كابيتال بي كابيتال، بعدين معايا يبقى معايا ايه كابيتال بي كابيتال، ومعايا ايه كابيتال بي سمول، ومعايا ايه سمول بي كابيتال، ومعايا ايه سمول بي سمول. طب يا تيشر بعد الجينيتك ترايتس اللي انت عملتيها دول، قالي هبتدي بقى اجمع الصفات مع بعضها. يعني ايه؟ هعمل جدول، الجدول ده هيبقى 16 16 خانة، يعني المفروض ان في خانة تاني بس هخليها تحت. المهم ان هاخد كل صفة مع الصفة اللي قصادها. يعني ايه؟ لو انا هشتغل مع الاي كابيتال اي بي كابيتال، هاخدهم مع الصفات كلها بتاعت الترايتس التاني. يعني هيبقى اول حاجة اي كابيتال، اي كابيتال بي كابيتال بي كابيتال، وبعدين هاخده مع اللي تحتيها اي كابيتال، اي كابيتال بي كابيتال بي سمول، وبعدين هاخده مع رقم 3 اي كابيتال اي سمول بي كابيتال بي كابيتال، وبعدين هاخده مع اللي بعدها A capital A small B capital B small. كده أول ترايتس بتاعتي معايا خلص، خلاص أنقل على الترايتس التاني A capital B small. هاجي هكتب برضو مع نفس الترايتس بتاعت مع نفس الجميز بتاع الترايتس الثانية، هتبقى A capital A capital B capital B small، وبعدين هتبقى A capital A capital B capital B capital. أنا بس بجمع الترايتس معايا، وتالت واحدة A capital A small B capital B small، وآخر واحدة A capital A small B small B small. خلصت أنا تاني جميز، نيجي لتالت جميز اللي هو A small B small. هلاقي إن A capital A small B capital B capital. وبعدين A capital A small B capital B small. مس معلش احنا بناخد جميس
مع مين تاني عشان الصوت كان بيقطع؟ احنا جبنا 4 جاميدز للصفه الاولانيه اهو، للانديفيدوال الاولاني، عشان الريبرودكشن بيتم ما بين تو انديفيدوال، صح؟ فردين، ادي الفرد الاولاني، ادي الانديفيدوال الاولاني، ادي الانديفيدوال الثاني. الانديفيدوال الاولاني هو لونه بينك، والجاميدز بتاعته اي كابيتال اي سمول بي كابيتال بي سمول، والانديفيدوال الثاني برضه لونه بينك والجاميدز بتاعته اي كابيتال بي سمول بي كابيتال بي سمول. فانا معايا 4 ترايدز للانديفيدوال الاولاني اللي هم اللي انا كاتباهم افقي دول، و4 انديفيدوال اهم. استنى امسح لكم البورد على السكرين احسن اهو، معايا اهو 4 جميز للانديفيدوال الاولاني و4 جميز للانديفيدوال الثاني، والاثنين لونهم بينك، تمام؟ جبت من ده 4 جميز اي بي اي بي اي كابيتال بي كابيتال اي كابيتال بي سمول اي سمول بي كابيتال، واخر واحده اي سمول بي سمول، دول بتاع الانديفيدوال الاولاني. الانديفيدوال الثاني برضو معايا 4 جميز بيمثلهم، جبتهم من الصفه نفسها اللي هو اي كابيتال بي سمول، سوري اي كابيتال اي سمول بي كابيتال بي سمول. ادوني ايه؟ ادوني اي كابيتال بي كابيتال، ادوني اي كابيتال بي سمول، ادوني اي سمول بي كابيتال، واخر حاجه اي سمول بي سمول. ابتدى انا الاول اكون الفورميشن اوف ذا جاميدز، يعني انا اول ما بيبقى عندي الترايتس الصفه بطلع الجاميدز اللي انا هستخدمها في الجيناتيك او في البروبلمز بتاعتي. بعد ما طلعت الجاميدز هعمل لهم ريبرودكشن بقى، يعني الترايتس الاولانيه والجاميز الاولاني اللي هو اي كابيتال بي كابيتال هبدا اجمعه امشيه كله اهو مع الترايتس اللي من الاندفيدوال الاولاني، يعني خدت الصفه الاولانيه او الجاميدز هعمل لي ريبرودكشن مع دول كلهم، اخد تاني جميز اعمل لي ريبرودكشن مع دول كلهم، اخد تالت جميز اعمل لي ريبرودكشن مع دول برضو، اخر جميز معايا وبرضو اعمل لي ريبرودكشن مع كل الجميز بتاع الانديفيدوال الاولين، هيطلعوا لي 16 انديفيدوال اهم، دول كده 16. ال 16 في منهم وايت وفي منهم بينك، نسبتهم ايه؟ قال هيطلعوا 9 بينك 9 بينك ل 7 وايت، 9 بينك ل 7 وايت، اوكي؟ طب مس الاثنين الصفه دومين معايا يا ولاد ولا ايه؟ اللي طلعوا لي لون بينك، اللي طلعوا لي مس الاثنين ايه؟ الاثنين صفه دومين، قول علي صوتك بس. الوردتين صفه دومين، الاثنين دومينيت، اللي فوق البينك ده دومينيت والبينك التاني برضو دومينيت. يعني ايه الصفه دومينيت؟ دومينيت يعني سايده، ما هو ايه كابيتال بي كابيتال. قال لي انا المره دي الدرس ده بيتكلم ان الصفه الدومينيت اللي عندك بتمثلها بتو ليترز مختلفين، اللي هو ايه؟ يعني انا لون البينك قلت لك ان لون البينك همثله بحرفين A وبي، فالايه عشان يظهر لون بينك لازم يكون معاك A كابيتال بي كابيتال، معاك بقى التانية بقى سمول ودي سمول مفيش فيها مشكلة، أهم حاجة إن يكون معاك إيه كابيتال بي كابيتال عشان يظهر لك اللون البينك، عشان البينك هو اللي دومينيت، يعني الكابيتال هيضغط على السمول. طيب إمتى هيظهر الصفة اللي هي ريسيف اللون الوايت؟ قال لي لما يكون عندي الترايتس بتاعتي أو الجينز بتاعي في اتنين منهم سمول. يعني إيه؟ يعني مثلا إيه سمول؟ سمول بي كابيتال بي كابيتال، ده كده هيظهر لي اللون الوايت. يظهر لي مثلا اللون الوايت تاني اي سمول اي سمول بي كابيتال بي سمول، ده برضه لون وايت. يظهر لي اللون الوايت تاني اي كابيتال اي سمول بي سمول بي سمول، التلاته دول كده وايت. ليه؟ عشان انا معايا حرفين سمول جم معايا، سواء الاي سمول اي سمول او البي سمول بي سمول. طيب امتى يظهر الصفه بتاعتي او الوايت تاني؟ وفي برضو ثلاثه ترايتس تانيين. لو انا مثلا قلت لك لا ده انا معايا ايه كابيتال ايه سمول بس معايا بي سمول بي سمول، فالبي سمول اهي البي سمول هي اللي غنت الصفه الوايت. يبقى انا الصفه النهارده اللي انا بتكلم عنها بمثلها بحرفين مختلفين، شرط ان دومينيت يظهر عندي او الصفه الدومينيت ان يكون الحرفين اللي معايا يكونوا الاثنين كابيتال، يعني الاي يكون واحده منهم كابيتال والبي
يكون ايه؟ كابيتال. طيب يا تيتشر لو الاثنين فيهم واحده ريسيف يعني اسمول اسمول، قال لي هيظهر لي الصفه الوايلد. طيب لقيت تيتشر طيب بي سمول بي سمول، هيظهر لك برضو الصفه الوايلد. اوكي طيب تعالوا نبص كده على الجدول بعد ما عملنا ريبرودكشن. اول حاجه معايا طلع، ثواني اهو، اول ترايتس بتاعتي طلعت A كابيتال، A كابيتال، B كابيتال، B كابيتال اهو. الترايتس دي معلش، A كابيتال، B كابيتال، A كابيتال، A كابيتال، B كابيتال، B كابيتال. مين يقول لي هل دي كده لون البينك ولا لون الوايت؟ ما تبصوش على الاجابه يعني. مين يفكر معايا؟ بينك. بينك، عشان البينك هو دايما اللي هيظهر يكون الحرفين بتوعي واحد منهم، واحد من كل واحد يكون بينك كابيتال. يعني انا قلت ان دي بينك عشان فيها ايه كابيتال، بي كابيتال. طيب اللي تحتها ايه كابيتال، ايه كابيتال، بي كابيتال، بي سمول، ده لون ايه؟ بينك. بينك برضو، عشان معايا الاي موجود منها كابيتال والبي موجود منها كابيتال، وده شرط ظهور الدومينيت. طيب الصفه الثالثه معايا رحمه، ايه كابيتال ايه سمول، بي كابيتال بي كابيتال، ده وايت ولا بينك؟ بينك. بينك برضو، طالما ظهر لك الحرفين ادي الاي في حاجه منهم كابيتال والبي في حاجه منهم كابيتال، يبقى انت معاكي بينك على طول. طيب اخر واحده في الصف الاولاني، ايه كابيتال ايه سمول، بي كابيتال بي سمول، ده لونه ايه؟ معايا ايه كابيتال ايه كابيتال بي سمول، بي كابيتال بي سمول، ده لونه ايه؟ هيطلع لونه ايه؟ بينك. بينك برضو. طيب مين يقول لي يا تيتشر طيب تعالوا نشوف بقى الوايت، ايه كابيتال ايه كابيتال، بي سمول بي سمول، استنوا اكتبها حلو شويه، ايه كابيتال ايه كابيتال، بي سمول بي سمول، ده وايت ولا بينك؟ وايت. وايت، عشان اقدر اقول ان ده بينك لازم يكون الحرفين يعني ده يكون كابيتال. طالما لا واحده منهم، واحده من الترايتس بتاعتي ظهرت ان الاثنين سمول، فلا سوري، يبقى ده كده وايت. طيب مين يقول لي تاني معايا مثلا، اي سمول اي سمول، بي كابيتال بي سمول، ده ايه؟ وايت. طيب لو معايا اي كابيتال اي سمول، بي سمول بي سمول، ده ايه؟ بينك. لا وايد برضو. ليه وايد. مش بينك؟ عشان البي اللي تسمول، لو واحده منهم كانت كابي كده كنت قلت بينك. ايوه اوكي تعالى ماشي. تاني تاني، اسمول اسمول، بي كابيتال في بي سمول، معلش اعتبره ان زيك اهي، جمع تاني، اسمول اسمول، بي كابيتال بي سمول، وايد. وايد. يبقى انا النهارده الدرس بتاع النهارده بيتكلم عن الترايدز بتاعتي، الصفه انا بدل ما كنت بمثلها بحرف واحد بس والحرف ده كنت بكتبه، يعني تلاقي الصفات اللي قبل كده كنا بنمثلها بايه؟ ايه كابيتال اسمول وخلصنا خلصنا، او ايه كابيتال ايه كابيتال اسمول اسمول وخلاص خلصنا. لا الشرط بتاع الترايدز النهارده ان انا معايا صفه لازم بمثلها بتو بير من الليترز، حرفين من الجيناتيك او حرفين من الجميز، عشان يظهر الصفه الدومينيت لازم يكونوا الليترز بتاعي او الجميز بتاعتي في الصفتين او في الليترز الاثنين يكون واحد فيهم دومينيت. لو واحد دومينيت وواحد ريسيف، الريسيف هيظهر. اوكي طيب لو اخذنا بالنا من اسمول اسمول، بي كابيتال بي كابيتال، ده لونه ايه؟ واي واي لونه وايت. ده اللترز الوحيد اللي معايا او الحرف الوحيد اللي معايا اللي هتلاقي لونه قالب شويه على بيربل. اوكي يعني ما بين البينك والوايت. طيب
تعال نشوف اكزامبل تاني. معايا يا شباب؟ ايه تهتوا مني؟ لو عدينا بقى الترايتس دي اللي احنا كنا لسه جايبينها دلوقتي، هتلاقوا ان 9 بينك و7 وايت. الوايت ما ظهرش غير في السكند جنريشن، الفيرست جنريشن كان 100% كلهم بينك. تعالوا كده، لو انا بقول لك ان انا معايا A كابيتال، A كابيتال، B سمول، B سمول، مع هعمل له ريبرودكشن مع ايه؟ مع A سمول، A سمول، B كابيتال، B سمول. مين يقول لي الاول هي A كابيتال، A كابيتال، B سمول، B سمول؟ ده لونه ايه؟ البلانت بتاعي ده كده لونه ايه؟ وايت. وايت. وايت، برافو. طيب والبلانت بتاع A سمول، A سمول، B كابيتال، B سمول، ده ايه؟ وايت. وايت. هلاقي ان انا لما دول يعملوا ريبرودكشن مع بعض هيدوني بيربل. طيب تعالوا نشوف هيدوني ازاي بيربل. تعال الاول نجيب الجميز بتاع الاكزامبل الاولاني، ايه كابيتال، ايه كابيتال، بي سمول، بي سمول. مين يجيب لي الجميز بتاعته؟ ايه كابيتال بي سمول. حلو قوي، برافو. ايه كابيتال، بي سمول. يا تيشر هو انا مش هاخد اربعه زي ما كنت شغاله؟ قال لي ما انت لو خدت الاربعه هتلاقيهم برضو ايه كابيتال، بي سمول، هم. تمام، يعني لو خدت الاي دي مره مع دي مره مع دي هيديك نفس الناتج، دي برضو مع نفس الموضوع. يبقى انا معايا ايه كابيتال، بي سمول، ادي اول جميز معايا. تعالوا نشوف الاندفادوال الثاني، قولي لي يا رحمه، ايه سمول، ايه سمول، بي كابيتال، بي كابيتال. ده الجميز بتاعي، الرمز بتاعه الجميز A small b capital. ايه؟ سمول، ايه سمول، بي كابيتال، بي كابيتال. قولي لي بقى الجميز، معلش عشان ما سمعتش كويس. A small b capital. برافو، ايه سمول، بي كابيتال. هلاقي ان انا بقى معايا اهو تو ترايتس، هعمل لهم ريبرودكشن، هيديني ايه كابيتال، ايه سمول، بي كابيتال، بي سمول. دي الصفه بقى بتاعت مين؟ ده كده ايه؟ Pink. بينك. تعالوا نشوف الكلام ده. بيقول لي الابيرنس اوف ذا دومينيت كاركترز بينك كلر ان ذا فلاور بي فلاور بلانتس از وي بلانتس ريكواير دومينيت جينز، يعني لازم يكون معايا الجين دومينيت. طيب تعالوا نشوف البروبلمز اللي جايه. بيقول لي اول حاجه تعالوا نحل رقم 1، بيقول لي معايا ايه كابيتال، ثواني اصغر الخط شويه، معايا ايه كابيتال، ايه سمول، بي سمول، بي سمول، ده لونه ايه؟ لونه ايه يا عمر؟ وايت. طيب واللي جنبها، ايه سمول، ايه سمول، بي كابيتال، ثواني القلم مش عارفه ما بيكتبش فوق ليه، اهو ايه كابيتال، ايه سمول، بي سمول، بي سمول، احنا قلنا ان ده وايت. قولي لي يا رحمه اللي جنبه بقى، ايه سمول، ايه سمول، بي كابيتال، بي سمول، ده لونه ايه؟ وايت. وايد برضو. طيب حد هيجيب لي الجميز بتاعت الاولاني؟ يلا يا استاذ عمر هات لي الجميز بتاع الاندفادوال الاولاني. عمر معايا؟ A capital B small A capital B small. و A small و A capital تاني لا اسمول بقى، لا ما انت قصدي خلاص A ايه small و كابيتال B بي small. سمول والتانيه برضو ايه كابيتال بي سمول، فمش هكتبها، اللي شبه بعض ما بكتبوش. ندخل على الاي سمول، الاي سمول هتاخدها طبعا مع البي سمول صح؟ ايوه يبقى انا كده ده انا همثله بتو جميلز فقط. طيب يلا يا رحمه، A small B capital و A small و B small. حلو قوي، برافو عليكي اهو. ادي ده هيديني حاجتين، ايه كاب، ايه سمول، بي كابيتال، ايه سمول، بي سمول، اهو. مين هيعمل معايا الريبرودكشن؟ الريبرودكشن بقى نخلي بالنا ان المفروض ان الترايتس الاولاني ده هيمشي مره مع الجميز الاولاني من الفادوال الثاني، ومره مع الجميز الثاني، وهعيد نفس الكلام مع الترايتس الثانيه. يعني اول واحد هيديني ايه يا رحمه؟ ده اللي ماخده مع ايه سمول، بي كابيتال. هيديكي ايه؟ ايه كابيتال، بي سمول، مع ايه سمول، بي كابيتال، هيديكي ايه؟
طب ايه سمول ايه كابيتال؟ ما انت ايه كابيتال بي سمول مع سمول بي كابيتال، مش انا المفروض جمعيهم اعمل بس. ايه بقى؟ ايه كابيتال مع ايه سمول، وايه كابيتال مع بي كابيتال، وبي سمول مع ايه، مع ايه سمول، وبي كابيتال مع بي، مع بي سمول مع بي كابيتال. بس ماشي، يعني ايه كابيتال ايه سمول بي كابيتال بي سمول، دي اللي انت قلتيه. ايوه يا مس، ماشي، نيجي عند الاندفادوال التاني. يلا يا استاذ عمر.